كاملين معكم مشاهدي سبارة تي في بفقراتنا وبفقرة حزيلة النهرة. رح يكون معنا اليوم الأب الرابان أنطونيوس لحدو، كاهن كنيسة السيدة العذراء في أبوظبي، لنحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع عم يكون متداول ولكن ما حدا عم يعرف شي عليه وما عم يعرف إيش هن آثاره السلبية. رح نحكي على صب رصاص لعلاج السحور والمحسود والمعيون المصاب بضربة العين. بارخمور أبونا وأهلا وسهلا فيك عبر شاشتنا سوبارا تي في. الله مبارك، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك كمان أبونا. مثل ما ذكرتوا أنه بدنا نحكي على موضوع صب الرصاص، في كتير خرافات وسحور عم يركضوا العالم وراهن، ومثل ما ذكرتوا لكن ما عم يعرفوا إيش عم يكونوا آثار سلبية، أو ممكن هذا السحر عم يشفي المريض ولكن عم يكون هذا الشفاء مؤقت، وأيضا كمان أكيد عم يكون في سحورة أخرى لكن ما حدا عم يعرف فيها. بحديثنا لليوم رح نعرف أكثر على موضوع صب الرصاص وعلى السحور الثانية. بالبداية تقدر تخبرنا أنه صب الرصاص هل يعتبر خرافة؟ نعم، هو خرافة. الجيل القديم، يعني الجيل القديم بيعرفه أكثر من جيل الحديث. يعني هلأ شوي الوعي ازداد عند الناس، فما بقى يلتجوا لهالأمور. فصب الرصاص أو سكب الرصاص أو بسموها طش الرصاص هي خرافة معروفة جدا في الشرق الأوسط، مشان بيقولوا إذا واحد ضربه عين أو عنده حسد أو عليه سحر، فهذا هالعملية هي اللي اسمها صب الرصاص بتخليه طيب. طبعا خرافة منتشرة ببلاد الشام، ومن الخرافات ايضا اكيد اللي عم يسمعونا على شاشتكم المباركه راح يعرفوا هالامور، الخرزه الزرقاء او العين الزرقاء اللي صحيح. بحطوها بالبيوت والمحلات على ثياب الاطفال بنشوفها بكل مكان، وايضا بكسروا الصحن امام البيت في عاده مسك الخشب او بيقول لك دق على الخشب، او في أبونا خرافه هاي غريبه انا شفتها عادة كثير كسر الصحن عم تصير، أتوقع يمكن بواحد تموز لما عم نفوت لبداية الشهر عم يقولوا إنه لازم تكسروا الصحن قدام باب البيت، بس إيش المعنى من هذا الشيء يعني؟ هذه خرافة أخرى تبع كسر الشر بواحد تموز، لكن تمام. هاي بكسروا أمام البيت هيك مثل للشيطان، يعني كمان نفس فكرة تبعية واحد تموز إن الشيطان بيخاف من صوت الإزاز وبيهرب. والعادة الغريبة أنا بشوفها كثير بسوريا، بيحطوا حذاء صغير تبع طفل بالسيارة إذا واحد اشترى سيارة جديدة، صحيح. أو شربوا طاسة الرعبة، أو بنعرف الخمسة والخماسة كف الدم. هي عادة كمان إن شاء الله إذا صار مجال نحكي على الخرافات أكيد الثانية أكيد. بحلقات أخرى، أو يلبسوا ابنهم ثياب بالمقلوب، كلها خرافات مشهورة في بلادنا للأسف. لكن المعلومة الغريبة إني بعض الناس عنا خاصة جماعتنا في الجزيرة السورية بيسموها، يعني حسب ما سمعت، رصاص مار آسيا. يعني هاي العملية الخرافية الدجالية بيسموها رصاص مار آسيا، وأهلنا بالجزيرة يعني بيعرفوا مين هو القديس مار آسيا وشفاعاته وشفاءاته، أكيد لأن آسيا يعني طبيب، أوسيو بالسرياني. وبعضهم أيضا بيسميها رصاص مار جرجوس أو مار إيليا، هي معلومة من يومين عرفتها، لكن في تخبط. المهم الفكرة أن هالخرافة هاي بيربطوها بأسماء القديسين للأسف. تمام أبونا. أبونا مثل ما ذكرت أنه عم يسمى هاي الخرافة بخرافة مارسيا، يعني نحن مثل ما نعرف مثل ما قلت أيضا أنه مارسيا الحكيم هو أكيد لما كل عالم عم يروحوا يلتجئوا له عم يشفوا من كل الأمراض، ولكن ليش سموا هاي الخرافة باسم القديس، أو ممكن يكون قديسين تانين سموا الخرافة باسمن؟ ايه طبعا، مثل ما قلنا مار جرجوس مار ايليا، فكل واحد بيسميها باسم قديس، ما بعرف من فين جايبين المصدر. هلا هن حقيقه بيسموا هالشغله على اسماء قديسين، لان الانسان الساذج الضعيف اللي ما عنده هالايمان او الثقافه الروحيه مشان يمارس هاي العمل وضميره مرتاح باريحيه بيمارس هالعمل، وما بيحس انه هو عم بيخالف تعاليم ربنا، يعني على اساس هو عم بيعمله باسم قديس. وطبعا هذا الشيء لما المؤمن البسيط الساذج بيعمله شو راح يصير؟ راح يؤدي الى ازدهار عمل الدجالين، يعني راح يصير عنده فلوس اكثر، دخل وارد اكثر. شو دور الشيطان بهي التسميه؟ دور الشيطان بيختبئ وراء اسم القديس مثل ما راسيا او غيره، وبيقنع الناس عن طريق هالممارسه ان نفسيه هذا الشخص اللي عم بيعمل بيصب رصاص على راسه مشان العين والحسد او السحر، اني هذا الشخص عم بتحسن بشفاعه القديس مار اسيا. وطبعا هذا الشيء خطا، هو هذا هي خرافه وما لها علاقه بالدين نهائيا.
يعني نحن بنعرف الإنسان إذا بده يطيب بيروح بزور ضريح مار آسيا، أكيد. مار أوسيا الطبيب، وبطلب منه الشفاعة باسم ربنا يسوع المسيح أو القديسين الآخرين. فما في داعي يعمل هالخرافة هاي، لأن زيارة ضريح مار آسيا أو كنيسة مار آسيا يمكن أسرع من الممارسة اللي بده يروح يتكلف فيها بالمال ويقع بين إيدين الدجالين. نحن بنعرف هلا في بالعهد القديم الله بيخبر موسى النبي، بيقول له روح يا موسى خبر هذا الشعب الغليظ الرقبة اللي تم بيعمل ممارسات وثنية وما عم بيتكل عليه، روح قل له. بنقرا نص صغير بسفر التثنية 18 ابتداء من الآية 9 بيقول: لا تتعلم أن تفعل مثل رجس تلك الأمم، الأمم الوثنية، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر. كان قبل بيشلفوا أولادهم، يعني بيقدموهم كضحية للإله مشان يرضوا عليهم، بيجوزوا ابنهم بالنار بيحرقوهم، أو عرافة أو عائف أو متفائل. بيشلف طير راح لليمين معناتها أوكي، راح لليسار معناتها هذا عمل غلط، أو إنسان متفائل بالخير زيادة عن اللزوم. فبقول ما يكون بيناتكم هذا الشيء، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، لك رقية شرعية ما رقية شرعية معنى هذا الشيء، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى. شوفي هون، يعني بهذا النص بنشوف كل أنواع الدجل والسحر والخرافات اللي ما زالت في هذا العصر الحديث، حتى في ناس متخصصين فيها. صحيح. بيقول لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، الرب بيكرهه. تكون كاملا لدى الرب إلهك، إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، هذول بيسمعوا وانت لا تسمع، اما انت فلم يسمح لك الرب الهك هكذا. فنشوف هون في نص من العهد القديم، يعني لسه قبل مجيء ربنا يسوع المسيح، الرب عم بيعلم شعبه يمتنع على الخرافات، لان هاي الخرافات كلها مهما اعطوها اسم جميل تندرج تحت اسم السحر، الدجل، الخرافه، واللي بيمارسها مثل ما بنعرف ما راح يصير، ما راح يرث ملكوت الله، لاني يعني هاي العمل بيبعد الانسان عن ربنا. بيقول مار بولس: واعمال الجسد ظاهره التي هي زنا، عهاره، نجاسه، دعاره، عباده اوثان، مثل هالخرافات هاي، سحر، عداوه، خصام، غيره، سخط، تحزب، شقاق، بدعه، حسد، اللي بده يروح يبعد الحسد بهالعمليات، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، أن الذين يفعلون مثل هذه شو بيصير عليهم؟ لا يرثون ملكوت الله، ما بيرث ملكوت الله. بغلاطية 5. فهون نشوف ربنا منع هذا الشيء، إن كان بعد القديم ولا بعد الجديد، إن الإنسان يلجأ لهالأساليب، هي الدجل والشعوذة والخرافة تحت أي مسمى كانت. نعم تمام أبونا. أبونا مثل ما ذكرت كمان سابقا بحديثك أنه ممكن الجيل القديم كان يعرف أكثر عن هالسحور والشعوذات أكثر من الجيل الجديد من جيلنا هلا، تقدر تخبرنا شلون كان عم يعملوا أو شلون طريقة صب الرصاص؟ ايه، هلا نحن نحكي عن عملية صب الرصاص مشان الشفاء، لأن يقول لك ان اللي بيعمل هالعملية بيطيب. نعم، نحن بنعرف ان الشفاء عنا بيكون باسم ربنا، باسم ربنا يسوع المسيح. حقيقة هالعملية هي ما فيها شفاء، هي عملية دجل، عملية صب الرصاص ما فيها شفاء نهائيا، لأن خرافة وشعوذة ودجل. بتنتشر أكثر شيء مثل ما بتشوفوا بهالصور اللي أمامكم بالشعوب اللي ما داخلها الوعي الزايد. لكن هذا العمل اللي بيقوم فيه أي شخص، يعني بيروح لعند شخص ليعمل له إياه، بنشوف إن هذا الشيء مو مجاني، هذا الشيء له مقابل مادي، ممكن مادي كبير. وبسبب العامل النفسي ربما يعني بيصير تحسن بسيط عن هذا الشخص، لأني أيضا بنشوف المريض بحاجة لتكرار عملية صب الرصاص، يعني مو والله عمل له إياه مرة واحدة طاب، لا. أمسيات أحد العجائز بالقامشلي بعث لي تسجيل صوتي عم بقول: أبونا لمدة 3 أسابيع كل يوم أربعاء لازم واحد يروح ويعملها، إنسان تسعيني عم بيحكي هذا الشيء. فبنشوف إذا العملية بحاجة لتكرار، وبنشوف المرض، لأني ليش تكرار؟ لأن المرض بيرجع لهذا الشخص، فهي تحت شفاء كاذب واسم كاذب. مثل ما بنعرف، لأن العامل النفسي بيلعب دور كبير بعمليات الشفاء.
حتى بتجارب الأدوية بيعطوا أدوية حقيقية وأدوية كاذبة لما بده يختبروا دواء ما إن كان يشفي أم لا، العلاج بالوهم يعني. فإذا بنشوف هاي الأمور هي كلها تصرفات، من تصرفات وتشجيع من إبليس الشيطان، واللي بيدعي لهذا الشيء وبياخذ أصدقائه ليؤموا بهذا الشيء هو أيضا بياخذ أصدقائه للهلاك. بالمقابل بنشوف ربنا يسوع المسيح بيعطي شفاء كامل مجاني. نحن هلا الان بزمن الصوم، كل احد تقريبا الكنيسه بتقرا انجيل فيه معجزه، معجزات ربنا، شفاء المخلع، الابرص الى اخره، شفاء كامل ما بده حتى فتره نقاهه. وبتتهذب اخلاق المريض وبتعزز ايمانه، بصير مؤمن بربنا مجاني، ما بده يعطي مصاري، والمرض ما بيرجع مره ثانيه للشخص. مثل ما قلنا الكتاب مليء بقصص الشفاء اللي ربنا بيشفي فيها الإنسان نفسه وجسده. سألتيني يمكن عن طريقة عمل نعم. صبة الرصاص من زمان، ما هيك؟ نعم أبونا. هي الطريقة شوي يعني هيك فيها بعض الأمور اللي لازم تصير وتنطلب من المريض مشان يهيئ نفسيا إنه هو داخل على مكان راح يطيب منه. فمنشوف الشخص بيكون مشبع مسبقا بالإيحاءات عن قصص الشفاء وفك السحر، أم فلانة كان عليها سحر ما بعرف شو صار لها، وفلانة ما كان عم تتزوج تزوجت، وفلان كان راسه بيوجعه وبشوف منامات، راح عند أم عبده ما بعرف شو اسمه، صبت له رصاص والله طاب الزلمة وصار تمام. فهذا الـ 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 الكلام اللي عم ياخذه من أشخاص هو بيثق فيهم، معناتها بيقول أنا بدي أتعلق بأشيائي يعني، بدل ما يلتجئ لربنا بيروح بيلتجئ لعند هالشخص أو لعند هالامرأة اللي راح تعمل له هذا الشيء. طبعا مثل ما عرضتوا الصور قبل شوي، بتشوفوا بجيبوا رصاص خام بيحطوه بوعاء وبيحطوه على نار ليدوب، بعدين بتجيبوا بعد ما يدوب رصاص بجيبوا طشة ماء بيحطوه على راس المعيون او الشخص اللي بده عليه المشكلة ما، وهذا الطشط فيه مي، وبيصبوا الرصاص جوات هذا الطشط على المحسود او المعيون. فبنشوف بيطلع صوت، شوفي هالامور النفسية شلون، صوت عزيز لما بيتبرد الرصاص المصبوب بالماء او وشيش، هذا الشيء يعني بيلعب كمان دور نفسي بهذا الشخص. العلاج بالوهم، ليش بصير هالصوت؟ لاني مثل ما نايف الرصاص عم يبرد، بعد ما بيبرد الرصاص بيطالعوه من الماء بيكون الرصاص اخذ اشكال غريبه. هون هلا بيجي دور خيال وخبره الدجال او الشخص اللي عم بيقوم بهذا العمل، وخبره ايضا النسوه او الرجال اللي عندهم الخيال الخصب اللي بيعملوه من الحبه قبه مثل ما بنقول. إذا شاف شكل دائري بقول شوف هذا عين، في عليك عين. إذا شاف شكل مبسط بقول عليه لسان أو إيد أو إجر. هلا هون شلون بنشوف إني بيقوم بأمور كلها بتخالف تعليم الكتاب المقدس. بياخذ الشكل اللي هو على شكل العين وبجيب بخرز وببخش العين على أساس هو العين اللي عم تحسد هذا الشخص، بخشه خلص يعني زال الضربة تبعه. بردد تعاليم ما هي من تعاليم إيماننا المسيحي، بيقول مثلا عين الحسود مثلا فيها عود، أو عين الحسود تفقع وتعمى أو تنثقب بهذا المخرز، بيألف من عنده عبارات يعني عنيفة جدا. وأيضا بنشوف إني اللي إذا طلع له شكل طويل بقى خياله، قال له لسان معناتها في حدا عم يحكي عليك أو إلى آخره، بيقصه بالمقص أو بالسكين، وبيقول أيضا كلمات ما بننطق فيها كمسيحيين، اني تقطع ايد او رجل او لسان هذا الشخص اللي عم يحكي على فلان والى اخره، دعاء بالشر على شخص وهمي غير موجود اصلا. فبنشوف ايضا بعد ما تتم هالعمليه ما بنخلص هون، لازم يرجع كمان ياخذ هذا الشيء اللي عمله الرصاص اللي اخذ اشكال يدوبه مره ثانيه، وكمان يصبه على راس الشخص باعداد مفرده يعني 3 9 7 حسب بقى، لبين ما يطلع الرصاص اخر شيء من الماء مسطح، يعني بيدوبه بيصبه ما بياخذ شكل. بقول له شوف ثقبنا كل الاعين وقصينا كل الالسنه، خلاص انت تمام، شوف رصاص صبيناه صار ساوي. طبعا هو رصاص ما بياخذ شكل، لاني بنعرف نتيجه تكرار التحمايه والصب الماء تغير تركيبه، تغير بنيته لهذا الرصاص، فتغير تشكيله كله، من الطبيعي ما يرجع ياخذ شكله الاولاني. وهون بيصير الوهم ان المريض طاب، لكن بنشوف نتفاجأ بعد كم يوم او بعد كم اسبوع بيرجع الشخص لنفس الشخص الدجال، بيقول له انا رجعني نفس التعب، بيقول له تعال جاك هذا في شخص اخر اذاك، اعطيني مصاري، وبيبلش في عملية الدجل مرة ثانية وقطع اللسان وصار
مستقبل عين. تمام نعم، هاي أبونا، باختصار يعني العملية الدجالية يعني. تمام أبونا. أبونا بالبداية وأثناء حديثنا كان حكينا على أكثر من نوع من السحر، إن كان الخرز الزرقاء أو كسر الصحن، أيضا كمان دائما عم يكون قراءة الفنجان أو الكف. في أحيانا نعم عم يقولوا إنه نحن، خصوصي إنه النساء الصبح وقت عم يشربوا القهوة عم يقولوا إنه نحن عم نقرأ الفنجان لمجرد تسلية، والبعض الآخر زي عم يقول لا، إنه الشيء اللي عم ينقرأ أو اللي عم يصير جوات إنه عم يصير معنا بحياتنا. إيش نقدر نفهم من هذا الشيء؟ هذا كله بدخل ضمن إطار كمان العمليات الممرثة شعبيا من الخرافات. طبعا أغلب النساء بيقولوا نحن عم نقراه كنوع من التسلية. ما في تسلية تمام. بهذا الشيء، أنت عم بتقوم بعملية تنبؤ. يعني هو حقيقة في ناس مشهورين بقراءة الفنجان أيضا، وأنت في أمامك طريقين دائما بيعطوك خيارين، يعني إما بيصير أم ما بيصير، مشان صحيح. إذا أحدهم تحقق بيقولوا هذا صادق في إلى آخره. الأمور الدجل تعطي طمأنينة وراحة لهذا الشخص اللي ربما تكون عنده مشاكل مع زوجه، مشاكل ببيته، مشاكل مع عائلته، بحاجة لتدخل من الأب الكاهن أو من الشبين أو من الجيران ليحلوا المشكلة. ما بتنحل بكلام نقراه بفنجان. نحن حياتنا ومستقبلنا ومشاكلنا ما موجودة بفنجان حقيقة. اللي بيقرأ الفنجان، أنا التقيت مع هيك ناس بيقرأوا الفنجان وبالفعل بيعطوك أمور حقيقية عن أمور صارت معك، مش عن الأمور المستقبلية. تمام. المستقبل بيد الله، لكن القراءة الحقيقية للفنجان حقيقة هي فيها سحر، يعني فيها روح بيعمل له صيام هذا الشخص وبيعمل له رياضة روحية وأمور كفرية طبعا بالكتب المقدسة وباسم الله، ليجي روح يعطيه شيء بإذنه بسموه الوشوشة، يوشوش له عن حياة هذا الشخص اللي عم بيقرأ له عليه، أو بشوف أمامه مثل المندل، يعني صورة بالفنجان بسموها مندل، ما بعرف إذا سمعانين فيه، يعني بينكشف هيك مثل أمامه مثل شاشة تلفزيون بشوف حياة هذا الشخص اللي صارت. كلها أعمال دجل، ونحن ما بنتسلى بمشاعرنا أني والله عم نشرب قهوة عم نتسلى. بدل ما تعملوا هذا الشيء، احكوا شيء مفيد، شيء بفيد أولادكم، بفيد عائلاتكم، ولأني هذا الشيء هو أنت عم تفتح قلبك وعم تعمل مدخل بالمستقبل تكون متقبل لهالخرافة هاي بقلبك. تمام أبونا. إذا بدنا نحكي كمان عن الخرز الزرقاء، عم يقولوا للبعض إنه مشان تكون محمي من الحسد أو من العين حط الخرز الزرقاء، أو لما يولد الولد جديد زي عم يحطوا له الخرز الزرقاء. نعرف إنه هذا الشيء مو صحيح، ولكن ليش عم يحطوا هاي الخرزة؟ ايه صحيح. هلا هو شوفي، كل شخص بيقوم بهذا الشيء مثل ما قلنا شفنا بيصب رصاص فيه الدعاء وبغضه قص لسان وكذا، وطبعا الكتاب بيقول كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. يعني الانسان بيكره اخوه سماه بقاتل نفس، مو جسد، قاتل نفس. وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياه ابديه ثابته فيه، هيك بيعلمنا برسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثلاثة. فإذا اللي بيبغض أخاه بيقول هالدعاء على بقطع اللسان والإيد وكذا، هذا قاتل نفسه عاد. والمسيحي بالأساس ربنا بيقول اللسان الذي يبارك لا يلعن، اللسان اللي بيبارك ما بيلعن، مثل ما بنشوف بيعقوب ثلاثة، رسالة يعقوب الإصحاح الثالث. تمام. فإذا نحن كمسيحيين مفروض نتجنب هذا الشيء. هلا بالعودة إلى سؤالك على الخرزة الزرقاء والحماية، بنشوف هذا الشيء ايضا شيء غريب، شيء عجيب. ما في خرزه بتحمي الانسان، بتحمي سيارته من حادث، بل انتباهه وحرص هذا الانسان بالسواقه هو اللي بيحميه أكيد. من الاضرار. الانسان ما بينحمى بمجرد تمامه اسمها خرزه زرقاء. هي بالمناسبه هي يعني موجوده حتى عند الفراعنه، حتى عند الاديان الوثنيه، بنشوف بالانجليزي اسمها بلو ايفل اي، يعني عين الشيطان، عين الشيطان تمام. الزرقاء، هيك اسمها، ما اسمها الخرزة الزرقاء، اسمها عين الشيطان. فبدل ما الإنسان يعلق هذا الشيء ليحميه، لازم يطلب الشفاء من ربنا يسوع المسيح، ما يلتجئ للسحرة. أنا ليش ما بلبس صليب؟ ما كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وصليب ربنا هو اللي بيشفي، تمام. صليب ربنا اللي فدانا عليه. طبعا نقول الصليب يعني نقصد فيه الرب اللي فدانا عليه، هو اللي بيشفينا. هو عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. باجي أنا بعلق قنطرة قديمة أو خرزة زرقاء أو
هالامور، وبنصح رفقاتي يروحوا يجربوا هذا الشيء، ان كان صب رصاص او خرز الزرقاء، هذا الشيء غلط، لان ربنا يسوع المسيح بيقول متى خرج الروح النجس من انسان، يعني انسان طلع منه الشيطان ابرئ، يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحه. الروح هذا بيروح ما بلاقي مكان بيرتاح فيه، كل المؤمنين، واذ لا يجد يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، لعند الانسان اولاني اللي طاب، فياتي ويجده مكنوسا مزينا. هذا الانسان بعد ما طاب صار قلبه مكنوس مزين، يعني مزين للشيطان، يعني رجع للشر ولاعمال الدجل ولاعمال الكفر والى اخره، فصار بالنسبه للشيطان زينه مكنوس، فبيرجع لهذا الشخص. ولا بقول لك ثم يذهب وياخذ 7 ارواح اخرى اشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله. فالانسان هيك ربنا اعطانا مثل، الانسان لما بيرفض هالامور وبيرجع بعدين بيقبل هالامور، فهي بتصير قلبه مو مزين لله، مزين للشيطان. فنحن بدل ما نلبس نعلق بهالبيوت هالامور، لازم نعلق الصليب. انا كثير زرت بيوت هون حتى بالخليج، بيقولوا لي ابونا انا عندي شغل مثلا، الشغل تبعي شوي خفيف، فانا صبح يعني ما بعرف ربنا شلون هيك، اول ما دخلت بنتبه معلق على باب البيت خرزة زرقاء وعين وما بعرف شو مثل الهلال، بقول له يعني انت معلق هذا عين الشيطان عندك ومشان يحميك مشان يجيب لك الرزق، كبه في الزباله، كب هالشيء، هذا الشيء ارميه في الزباله، قول انا برفض الخرافات وعلق صليب ربنا يسوع المسيح، وهون بلش تصلي لربنا مشان يجيك الرزق ويجيك التوفيق ويروح المشاكل من بيتك. معلق عين الشيطان ببيتك وعتقول ما بيجيني الشغل وعندي مشاكل مع المرأة، يعني شلون انت جايب الدب لكرمك يعني. فهيك بنشوف الانسان، حتى اي شخص بينصح اخر انه يروح يمارس هالامور وهالخرافات، راح يكون هذا الشخص هو سبب الموت الروحي للانسان الثاني اللي كان ضحيته. فنحن ما لازم نعمل هذا الشيء. فمار يعقوب، نتذكر بيعقوب 5 بيقول: ايها الاخوه، ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد، فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه، شو بيصير له؟ يخلص نفسه من الموت ويستر كثره من الخطايا. انا لازم كمؤمن انصح هذول الشخص، الناس يرتدوا عن ضلال طريقهم، وعادل كاني احييت نفس من الموت، لك اقول قم، مو اخذه اقتله لهذا الشخص. نعم تمام. أبونا، إذا بدنا نحكي بشيء آخر بالذبيحة، مثل ما نعرف لما ممكن شخص عم يجي من السفر أو لما عم يكون مولود جديد عم يجي لهالحياة عم يذبحوا ذبيحة، هل هذا الشيء صحيح صحيح؟ ولا كمان لا؟ ونعرف إنه هاي الذبيحة بعد ما تنذبح عم تتوزع على الأهل والجيران، نقدر نعرف أكثر كمان عن هذا الشيء؟ نعم، هو لازم نميز اذا كان هو نتيجه فرحه، يعني عنده ندر او نتيجه هو فرحان ذبح خروف، يعني مو كذبيحه او كاضحيه مثل ما بنشوف بالعهد القديم او بتقدم للعبادات الوثنيه، هو عم يذبح هذا الشيء مشان يعني يطعمي فيه الفقراء ويفرح، هذا شيء خاص فيه. اما اذا كان عم بذبح هذا الشيء بالفعل كنوع من مرتبط بممارسات خرافيه مشان يحط ايده بالدم ويعمل على الحيط 5 وخميسة، يعني هي امور خاصه بالدجل وربنا ما علم عليها، لان دم يسوع المسيح يخلصنا من كل خطيئه. هي الخرافه تبع الكف نعرف كلها جذورها اجت اثناء ضربات موسى لفرعون، بالضربه الاخيره لما ذبحوا الخروف اللي بيرمز للرب يسوع المسيح، وقال له ضع من دمه على قائمتي الباب، فان ملاك الموت تجتاز اي بيت عليه اشاره الدم ما بيضربه. فهالقصه لاني كانت حقيقيه ظلت مرسخه بعقليه المصريين حتى الغير مؤمنين، وتوارثوها الناس، لاني كان يعني كل ابكار مصر ماتت حتى ابكار فرعون، كان حدث كبير. فظلت الخرافه تمارس بطرق اخرى وتعطى رمزيات اخرى، نذبح الخروف وناخذ من دمه بنعمله على الحيط كأني دم يسوع المسيح، ما خلصنا من كل خطيئة ولسه نحن مؤمنين بهالخرافات. فهون لازم نميز إذا الشخص بالفعل نجح حبب يذبح ذبيحة على يعني للبركة، هذا حقه طبعا، أو عم بذبحها باسم عبادة وثنية أو اسم خرافي قديم. تمام أبونا. أبونا كمان أحياناً عم نشوف الشخص المشعوذ أو الشخص المسحور عم يقول كلام أذية لأشخاص تانين، هل هذا الشيء اللي عم يقوله عم يندرج ضمن الكتاب المقدس أم لا؟ لا نهائياً. نحن قبل شوي ذكرنا يعني الآية كيف إن
هالكلام اللي عم بيقولوه تنقطع ايده وبنقص تمام. لسانه والى اخره، فبنشوف هذا كله نهائيا ما بيندمج. اصلا التعليم غير كتابي، لان اللسان الذي يبارك لا يلعن. نشوف يعقوب بيقول برسالته اصحاح 3: واما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يذلله. اللسان يعني هو سبب خلاص الانسان او هلاكه، من لسانك ودينك. هو الشر لا يضبط، مملوء سما مميتا. نبارك الله الاب، نصلي وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله، لان الله خلقنا على صورته. من الفم الواحد تخرج بركه ولعنه. بيقول لا يصلح يا اخوتي ان تكون هذه الامور هكذا. العل ينبوعا ينبع من نفس عين واحده، العذب والمر، مي حلوه ومي مره. هل تقدر يا اخوتي تينه ان تصنع زيتونه، او كرمان تينه؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. اذا هون اللسان مثل السكين، نحسن نستخدمه للبركه، نحسن نستخدمه للعنه. للعنه نحط عليه اكس. اللسان الذي يبارك الله، بيقول اشكرك يا رب، اباركك يا رب، بقول ابون بشمايه، وبقول اسم ربنا يسوع المسيح، هذا ما مفروض ينطق باللعنه. فهون نحن بنعرف الانسان اللي بيستخدم باعماله اللي بده يشفي فيها الاخرين، اعمال الدجل، ان ينقص لسانه، ينقطع، ما بعرف شو كذا الادعيه، ما في داعي نقولها، هذا انسان الله ما بسكن بداخله. هذا انسان خرج الروح النجس منه، اكيد راح يرجع له ويجيب 7 اقوى منه ويسكنوا معه. يعني تمام. أبونا بكلمة أخيرة، إيش تحب تقول لكل حدا عم يسمعنا ويشوفنا عبر شاشتنا سوبارو تي في؟ كلمة أخيرة، نحن مثل ما قلنا، بدل ما ناخذ نعلق شعارات وثنية، خرزة زرقاء، حذاء طفل، ما بعرف هالأمور اللي حكينا عليها، إنسان يعلق صليب ربنا، إنسان يلتجئ لربنا يسوع المسيح، لأن هذا الصليب هو علم المسيحيين. العلم أي دولة بنشوفه على أي مكان، نعرف اسم الدولة بشكل علمة. أي مكان بنشوف عليه هذا الصليب هو علمنا، بنعرف أن نحن مسيحيين، نحن أبناء ربنا يسوع المسيح، بنقول له يا أبانا، هو أبونا. تمام. فالكتاب بيقول بيعقوب 5، نرجع بنقول: أعلى أحد بينكم مشقات؟ عندك مصيبة، ما عندك تعب مشقة، فليصلي. أمسرور أحد فليرتل. أمريض أحد بينكم؟ في حد عنكم مريض؟ نعم. شو نسوي؟ نروح نعمل صبة رصاص، نعمل خرزة زرقاء، نروح عند الدجالين؟ بقول لا، فليدعوا قصص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، بزيت مسحة المرضى. بيقول وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه من المرض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. أنا بجيب قسيس أو إنسان مبارك مؤمن شماس أو مؤمن يصلي علي، قسيس بيجي أحسن ولا أعمل خرافات؟ أجيب قسيس يدهني بزيت باسم الرب، مثل ما قال نص الإنجيل بيعقوب 5 ابتداء آية 1 حتى 15، هي بتشفيني، مو بس تشفيني، تغفر لي خطاياي. قال له مغفورة لك خطاياك للمفلوج. قالوا له كيف أنت بتغفر الخطايا؟ شو الدليل إن خطاياهم غفرت؟ قالوا إن الدليل هلا بنشوفه أمامكم بشكل حسي. قال له قم احمل سريرك وامشي. ما دام قام ومشي هذا المريض اللي صار له 40 سنة مفلوج، معناته أكيد الله غفر له خطاياه. يعني لو المسيح كان عم يكفر وما غفر خطاياه، المفروض هذاك الإنسان كان يموت أو يضل مشلول. فإذا صلاة الإيمان اللي نحن بناخذها عن طريق شيوخ الكنيسة أو قصص الكنيسة تشفي وتغفر الخطايا. هي الكلمة اللي بقولها للناس، نلتجئ لربنا دائما، لأن هو واقف على الباب وبيقرأ، أكيد نلتجئ أكيد له. أبونا. تودي ساقي لوجودك معنا اليوم ومشاركتك معنا بهذا الموضوع المهم والغني، وأكيد نتمنى من كل حدا سمع أنه يستفاد وينتبه وما يركض وراء هدول الشعوذات والسحور. تودي ساقي الخبونة. تبدي تبدي، ربنا يبارك حياتكم، وصوم مبارك على الجميع. شكرا كثير، وصوم مبارك لكلتنا.